انا عضو غرفة من ضمن المشاركات في المعرض الجهوي للعرائش الصناعة التقليدية، زرنا رواق ديال الخياط الفن الفاسي للزي التقليدي اللي غادي يتكلمنا على المصور ادريس. نعم المصور ادريس انت هو عضو في الغرفة ولجنة ورئيس المعرض. ان شاء الله يا رب القاتل يتوفق وينجح لنا في المعرض ديالنا الحمد لله، وتكون عليه هذه السيمانة وحنا ناضلين وكنا كافحين كاعضاء الغرفه ديال العريش كنا ونجح الحمد لله المعرض ديالنا، وحنا الحمد لله في هذا المستوى اللي بغاو الناس كاملين يفرحوا. وقال لك هذا المعرض هو اللي عجبهم وعطاهم راحه وعطاهم افتخار بان كاين هذا المعرض من المعارض. نعم حنا بغينا كذلك نعرفوا المشاركه ديالكم، يعني هذا الزيت التقليدي اللي عندكم كنلاحظوا عندكم قفطان. الحمد لله الزيت التقليدي عندنا قفطان. واش عندكم شي ميزان انتم كتميزوا بها من ناحيه ديال الطرف ولا من ناحيه الالوان اللي كتستعملوا؟ ولكن عرفوا من كذلك من ناحيه الجوهر اللي كتستعملوا، داك الشيء بغينا نعرفوا. واش كتميزوا انتم شي ميزه اللي كنتميزوا بها؟ خياط الفن الفاسي المنصور ادريس كيتميز بالصناعه التقليديه. انت صناعه تقليديه كمثل هذا القفطان، هذا صناعه 100% باليد تقليديه داخل فيها السقلي حر والجوهر حر. الصناعه التقليديه ديال المنصور ادريس خياط الفن الفاسي كيتميز على الصناعه التقليديه، ما كيفرش غير الصناعه التقليديه، كيبقى في القفطان المغربي كامل ما كيفرش عليه وكيبقى في الجلابه المغربيه. ولكن السميه واش كتنطبق عليكم انتم كتسموا الطائر بحسب واش كديروا الطرز الفاسي يعني وعندكم الاشهار ديال خياط الفن الفاسي؟ السميه ديال المحل ديالي خياط الفن الفاسي. كتستعمل الطرز يعني الفاسي ولا لا؟ يعني اسم الشهره واسم نعم نعم. وانت كتخدم على الزيت التقليدي يعني المحلي ديال العريش، باش كيتميز من ناحيه ديال الزيت التقليدي؟ الزيت التقليدي ديال العريش الحمد لله كيتميز بالصناعه البلديه، كتبقى صناعه تقليديه هو اللي كنتقاو حنا بعد هذه الساعه هذه، والحمد لله نجحنا 100% وتشتي الحمد لله صناعه تقليديه. بغينا نشوفوا باش كيتميز يعني الناس اللي دائما اللي كيبغيو تعرف اللي كيبغيو يشتري واحد الحاجه كيعرفوا فيها واحد من ناحيه الخدمه ولا من ناحيه ديال الجوهر اللي كيستعمل فيه ولا من ناحيه النوع ديال الطرز من ناحيه ديال الطرز. شنو الطرز كتعملوا؟ هذا ماشي طرز، هذا زواق المعلم. زواق انا كنميز زواق المعلم. زواق المعلم يعني هذا زواق المعلم تشتي زواق المعلم السقلي حار والجوهر حار والصناعه ديال اليد تشتي الحمد لله كما قلت صناعه ما فيها شي نقاش، داكشي كيتميز بالصناعه التقليديه حره 100%. ماشي كما قلت لك ماكينه ولا طاز ولا شي حاجه، صناعه زواق المعلم. نعم انتم كتخدموا على القفطان وكتخدموا على الجلابه وعلى القندوره عندكم بزاف. هذا جابادور السهام ديالو حتى هو. نعم حتى هو سهام جابادور ديالو اللي كيحتاجوه الاكثريه الناس دابا في العرس، كاين شي لبسه الموضه ديالهم. نعم وفي الغالب الناس كيهتموا يعني واش كاين شي خدمه جديده، وكيهتموا كذلك بمساله من ناحيه الاثمنه ومن ناحيه شنو يمكن. دابا هاد الساعه هذه خدمه جديده هو دخلنا الصناعه التقليديه دخلناها في الجوهر من التلبيه ديال الجوهر، يعني في هذا القفطان هذا الصناعه التقليديه كاينه هنا ولكن دخلنا الجوهر هي ديال المعلمه. الجديد في الطرز بغينا نعرفوا اذا كان عندك شي جديد تحنا على في هذا العرض. الجديد في الطرز انا ما كنديرش الطرز، انا كدير خدمه المعلم. خدمه المعلم انا تربيت في خدمه المعلم وكبرت في خدمه المعلم وباقي كندير خدمه المعلم. قلت لنا عندك هذا طبيعي طبيعي ما كنخرجش على الميدان ديالي لان انا فنان من فنان ديال الصناعه التقليديه كنحب المهنه ديالي خصني نبقى في الميدان ديالي ما نخرجش عليه. هذيك خدمه ديال الانسان اللي كيترزو، هذه خدمه المعلم كيف تعلمنا احنا فيها من صغرنا باقيين كننضلوا فيها. هذه خدمه المعلم كلها تشتي الزواق فيرا نص الجزيري، هذا دابا الجزيري كامل احنا نص الجزيري عندنا هو وحده، هذا الجزيري كامل هذا الزواق المعلم نبت بالجوهر والمدمه ديالو تاهي نبتها بالجوهر. المهم داك الشيء كما قلتي في المستوى ديال الصناعي لان اللي صناعي كيعرف هادشي هذا، هذاك الطرز كيديروه العيالات كينبتوه ولكن الصناعي المعلم كيدير الشغل هذا بالدي. عندك هذا شغل المعلم هذا شغل المعلم.
هادو هما اللي عندك جدادين هاد النوع ديال هذا موديل هذا موديل دابا حاليا ديال 2018 صراحه هذا موديل دابا هو كان قديم وطورناه عنده شي سميه معينه ولا سميته المخ المخ الزواقه ديال المخ المخ هذا الطريقه اللي كتكون حيطه هذا المخ هذا تعصب الزواق ديال المعلم من مثل الجوهر هذا المخ وكتخدموا على الزواقه وهاد الجوهر اللي كتعملوا فيه دابا كنخدموا الزواقه وكنلبسوا في الجوهر هذا منبث باليد ماشي منبث بالماكينه ولا مشينا للسوق المغربي ديك هذا كان تلوك نفس النار الطريقه اللي بغينا حنا مشينا السوق اللي حار وخدمناه بالطريقه اللي بغينا حنا ومن ناحيه الاثمنه اللي سولتك الاثمنه مناسبه الحمد لله في الساعه هذه ما بقاش الاثمنه كما كنا شحال هذيك المغربي كان ثمن كذا بس خصها البلاد والمستوى الاقبال على هاد الصناعه التقليديه واش كاين شي احياء ديالها زعما جات كتولي ترجع للسوق ولا مازال كاين الحمد لله اللي عنده جوده وعنده اتقان وعنده كلمه كما قلتي راه باقي مشبر السوق ديالو واللي دار كما قلتي انهزام بالنفساني راه عرفوا منه هو ماشي من الصناعه ديالو اما الصناعه الشريفه كيفاش يمكن انتم تساهموا في احياء ديال الصناعه التقليديه وترجعوا للمجد ديالها باش تولي يعني عنده واحد الاقبال كبير هو كنتمنوا كما قلتي من السلطه الحقيقه داخل في الشارع لان ما حنا رحنا عينا صراحة عينا نطلعوا عينا نغوتوا كما قلتي باش نشوفوا نحاربوا هذا الهشاش اللي كيهشوا واخا هذه ما عايضهاش يمكن تضيف لكم انتم يا وانا عرفتنا حنا كمعلميه كما قلتي ديال الصناعه التقليديه اللي كنغيروا على الصناعه ديالنا ما بقيناش نمثلوا الصناعه التقليديه ولينا بقى عشوائيه اكثر من الصناعه التقليديه دخلوا المعارض هو غادي يلاقيكم مع بعضياتكم الصناع وديك الشيء باش يمكن تشوفوا المشاكل ديالكم ويمكن تزيدوا تطوروا الخدمه ديالكم وتشوفوا تحلوا الاخر اللي عندكم.